السلام عليكم منذ انقلاب الحوثيين قبل ما يقارب اربع سنوات بدا العد التنازلي للدوله والمواطن اليمني معا كان المواطن في وضع بدا بالتحسن من الناحيه الاقتصاديه والخدماتيه وكانت الدوله على شفا استفتاء دستوري جديد ومشروع دوله اتحاديه قويه لكن ذلك كله ذهب ادراج الرياح بعد سته اشهر من الانقلاب اعلنت دول التحالف عمليه عاصفه الحزم التي قالوا انها ستعمل على اعاده الشرعيه والقضاء على الانقلاب. اليوم وبعد ثلاث سنوات من هذا التدخل لم يعد يرى المواطن اليمني سوى خيال دوله، حتى بعد ان استعادت الشرعيه والتحالف ما يقولون انه اكثر من 80% من الجغرافيا. في هذه المناطق المحرره لا توجد سوى دوله ورقيه ليس لها نفوذ ولا تستطيع حتى العوده الى عاصمتها بسبب الميليشيا التي شكلها التحالف في الجنوب. وفي الشمال دمر الحوثيون مؤسسات الدولة وقضوا حتى على ملامحها الرمزية وخدماتها البسيطة بل ملأوا المقابر والسجون بالمدنيين. إذا عمليا عاد المواطن اليمني إلى وضع ما قبل الدولة عصر المجامع المسلحة وعهد القوي يأكل الضعيف ولم يتبقى من الدولة سوى خيط رفيع يتواجد في الذاكرة وفي قلوب الأحرار فقط. أعزائنا المشاهدين ما خطورة هذا التراجع الرهيب في حضور فكرة الدولة لدى اليمنيين هل سيسمح العالم بانهيار الدولة اليمنية كليا على ما تحمله من أهمية استراتيجية؟ ماذا عن الشرعية والتحالف؟ هل زال بالإمكان استشعار كارثة وتدارك عواقبها وأخيرا ما هي خيارات اليمنيين الأحرار في الحفاظ على ما تبقى من بنية الدولة قبل انهيار المعبد على الجميع؟ نناقش كل ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الاستاذ عبد الغني الموري الكاتب والباحث وسينضم معه اخرون مساء الخير استاذ عبد الغني اهلا اهلا بك معنا في هذه الحلقه التي سنتحدث فيها عن مخاطر تلاشي فكره الدوله لدى اليمنيين ولكن اسمح لنا بالذهاب لمشاهده هذا التقرير اليمن تعيش مرحلة تهديد كيان الدولة اليمنية الواحدة وتلاشي فكرة الوطن الواحد في ظل شرعية مرتهنة ومترقبة للآتي وفي ظل تحالف لا يكترث بوحدية الجمهورية اليمنيه، كما تبخرت لافتة استعادة الدولة التي رفعها التحالف، وباتت أطماع الأشقاء مصدراً لشقاء اليمنيين. باتت الدولة اليمنيه خارج نطاق الشرعيه الواقعيه، وباتت تسعى إلى التمسك بتلابيب شرعيتها ومرجعيتها الأساسية التي قد تسطر النعي الأخير للدولة اليمنيه التي استدعت التحالف العربي لاستعادتها. لا يقتصر الأمر على مخاطر تلاشي فكرة الدولة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بل يشمل الأمر تلاشي فكرة الدولة لدى المواطن الذي يعيش يوميات غير اعتيادية جراء تلاشي الدولة كفكرة ومؤسسات. في الشمال حوثي يحكم بالجوع والخوف، وفي المناطق المحررة تحالف فقد المسؤولية الأخلاقية، وانتج مشاريع صغيرة تتعارض مع فكرة الدولة والتدخل. ويشترك مع الحوثي في القضاء على مؤسسات الدولة بشكل ممنهج. الشرعية اليمنيه غائبة عن اليمنيين ومغيبة عن واقعهم ومعاناتهم، وحصيلة غيابها يعزز تنامي مخاطر تحول اليمنيين إلى جماعات ما قبل الدولة محكومة بقانون الجوع والتوحش وانهيار ما تبقى من فكرة الدولة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين المعني باليمن اشار الى ان اليمن كدوله يكاد ان يكون قد ولى عن الوجود وتحول الى دويلات متحاربه واشار التقرير الذي نشره مجلس الامن الدولي الى ان جميع القوى المتصارعه ارتكبت خلال العام الفائت انتهاكات على نطاق واسع للقانون الانساني الدولي كما اشار التقرير الى تحد اخر تواجهه الحكومه هو وجود قوات تعمل بالوكاله تسلحها وتمولها الدول الاعضاء في التحالف الذي تقوده السعوديه وخصوصا دوله الامارات التي ترعى وتمول الكيانات المضاده لحضور الدوله في المناطق المحرره والعاصمه المؤقته على وجه التحديد. اذا استاذ عبد الغني اربع سنوات من الحرب على الدوله ثلاث منها من التحالف لم يرى اليمنيون دولة لا في مناطق الانقلاب ولا في المناطق التي قيل أنها محررة كيف تتابع ذلك؟ الواقع أننا نحن في هذا الزمن نشهد تدهور للتقاليد التي تقوم عليها الدول يعني سواء اليمن أو حتى الذين تدخلوا في اليمن هم لا يتصرفون كدول بالنسبة لي أود أن أعلق على ما جاء في التقرير في كلمة واحدة أن نفرق بين الدولة كمؤسسات وككيان قانوني ودستوري ومؤسساتي وبينها كفكرة يعني، الفكرة هي موجودة عند لدى كل يمني لأن اليمني عرف الدولة منذ القديم ولذلك دائما تصرفاته هو تصرفات متمدن بحيث أنه تختفي الحكومه مثلا، لا توجد لدينا حكومه وقت يعني طويل من الزمن، لكننا نتصرف بانضباط بتعاون بالتسامح وهذا معنى مدني كبير جدا ناتج عن انه اليمن عرف عرف الدوله منذ وقت مبكر. يعني انا اود ان انقل نقله اخرى انه فكره الدوله اليوم لا توجد الا مجموعات بسيطه في العالم التي تراها انها قيد يعني هناك مجموعه في امريكا تناضل من اجل انهاء الولايات المتحده الامريكيه ما يشوش دوله دوله يعني قيود يعني دستوري يعني قانون يعني يعني لا لكن العالم كله احنا استثنينا هؤلاء الناس يعني لكن العالم كله فكرة الدولة هذه هي فكرة أصيلة لأنه من الأفكار التي نشأت مع الإنسان، يعني لا. الإنسان لم ينشأ بمفرده، هذا أولاً. فيما يتعلق في في الوقت الحالي فيما يتعلق باليمن هناك صعوبات كبيرة جداً. صعوبات أنا أستطيع أن أقول أن عنوان المرحلة هو الفشل. هناك فشل ذريع على كل الأصعدة. يعني الإنقلاب الحوثي وصالح و آه انقلاب فاشل، لانه م. لم يستطع السيطرة على البلاد، لم يستطع آه ان آه ان يسيطر على البلاد التي قام بالانقلاب للسيطرة عليها، يعني هو الان يعني محصور في اماكن آه معينة يعني، فهو من هذه الناحية هو فاشل، طبعا انا لم اتحدث عن آه واجباته تجاه المواطنين وهذه الاشياء لانه الناس تعرف انه لا يوجد شيء الا الصراخ الذي يعني يوزعه للناس انه يجب ان تصرخوا فقط يعني هذا الحوثي هذا الانقلاب على الجهه الاخرى الشرعيه ايضا فشلت فشلت انها تثبت أن السلطه جديره بالاحترام وهذا يعني هذا يدعونا الى التفكير يعني في, في في الماساه التي نعيش فيها يعني هؤلاء الناس كان لديهم سياسات خاطئه ونتيجه هذه السياسات كان هناك فشل سياسي واقتصادي وادى هذا الامر الى ثوره ثم أدى هذا الأمر إلى حرب انقلاب ثم إلى حرب وما زالت هذه النخبة السياسية وهذه السلطة تتصرف نفس التصرفات كان شيئا لم يكن هذه مشكلة إحنا لازم نبحث أيضا في في يعني في مستوى الذهني او العقلي لدى هؤلاء، هل هم مجانين؟ هل بيفهموا؟ هل ما بيفهموش؟ هذه مساله ممكن ان احنا نستعين باطباء يعني للامراض العقليه ونشوف الموضوع كيف بيكون. التحالف ايضا اثبت فشله، لأن التحالف قال أنا جئت من أجل واحد واثنين وثلاثة استعادة الإسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة أو استعادة الشرعية لممارسة وهذا يحصل في العالم على فكرة يعني حصل مرة في انقلاب في هايتي مثلا الأمريكيين قالوا سنعيد الرئيس الشرعي وعادوا يعني مشي قصة وحصلت في أفريقيا عدة مرات ويحصل يعني فالتدخلات هذه من أجل إعادة السلطة الشرعية إلى بلد ما هذا يحصل يعني في السياسة الدولية يعني معروف لكن آه هذا أن يصبح بهذا الشكل؟ لا يعني من البدايه كان واضح، يعني خلينا نكون واقعيين، أنتِ تأتين إلى سلطة شرعية، تكون تقسميها ليش؟ يعني تفعلي مقاومة لتعزو، مقاومة لمارب، مقاومة لمش عارف من، وبعدين أصبحنا لو تتذكري في كان كل كل حي معه مقاومة، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هذا لا منطق ولا عقل ولا يعني وكان واضح والآن اتضح أيضا في الجنوب إنه عندنا نخبة شبوانية نخبة من قوات حزم أمني أم. يعني حتى لا يستطيعون يعني الموضوع ببساطة أن التحالف إما إنه خان وعوده وتعهدات عن قصد وانهم مجموعه من الـ من الـ من الاغبياء يعني وبالتالي في كل الامرين اليمن هو الذي تضرر المتضرر نعم. اذا لو فصلنا الحديث استاذ عبد الغني يعني عن ما يحدث في اليمن كلنا على حده مثلا الحوثيون في الشمال منذ سيطرتهم على صنعاء والمحافظات المحيطه ايضا يمارسون ارهاب على اليمنيين قتل اختطاف تجويع سوق سوداء ممارسه ارهابيه عنف برايك ما اثر ذلك على الناس الذين يقعون تحت سيطرتهم بهذا الشكل؟ هم يدركون الان انه اهميه اهميه السياسه هم يريدون الخلاص لكنهم لا يستطيعون ان يقوموا بذلك الان لاننا لان الناس يتعاملون مع ميليشيا الميليشيا غير الاعتراض على الميليشيا آه ثمنه آه باهظ وكبير يعني مثلا عندما يخالف أحد الأشخاص يخالف في طابور مثلا فإن العسكري أو المرور في الدولة ممكن أن يعمل على مخالفة أو شيء من هذا الكبير في الميليشيا قتل يعني شوف الفارق دائما مقاومة الميليشيات بهذه القوة التي ورثت الدولة يكون صعب جداً لكن الناس بالتاكيد هم ياملون في أن ينزح هذا الكابوس يعني هم يدركون هذا الامر يعني بالمناسبة الحشد الذي قام به الحوثي هو ليس لديه أي قيمة ما لم تكن التصرفات التالية تصرفات عقلانية يعني مثلا لو أن عبد الملك الحوثي مثلا والحوثيين بعد هذا الحشد قالوا أننا نريد سلام وأننا يجب أن نتنازل وأننا سننصاع لقرارات مجلس الأمن أو أي فكرة المهم أن تكون فكرة عقلانية يعني فإن سيكون هذا الحشد صدى عند العالم لكن إذا هو أراد أنه هؤلاء الناس أنا أجمعهم من أجل أني أخذ هذه المغامرة الأخير فأخذها إلى الأخير يعني ليست مشكلة هتلر قبلك حشد وصدام حسن حشد نعم و... ليست العبرة ولي... ليست مشكلة كل الناس بيحشدوا يعني ما فيش أي مشكلة يعني نعم. حتى عرب أيدل و, و... يعني بيحشد يعني الكل بيحشد يعني نعم اليوم صلاح الصومالي يستغني عن الكادر الأجنبي الطبي في البلد ومن قبلها الشركات العملاقة شركات النفط هذا آه... طبعاً غير السفارات التي أغلقت أبوابها وذهبت لم يتبقى في صنعاء سوى مشاهد الحطب الحمير الآن آه وكأن صنعاء عادت 70 سنة آه للخلف تقريباً كيف هي هي انا اقول لك هذه الجماعات والانظمه الفاشيه هذه عندها تسير الى الوراء او مش تسير الى الوراء هذا عندهم هوس ادعاء الوطنيه الزائف يعني اي شيء اجنبي مثلا احنا نرفضه يعني اي حاجه يعني حتى لو يعني كلام يعني فيه نوع من من المبالغه الزائفه وهذه تميز دائما على فكره الانظمه الفاشيه دائما هي تفكر بهذا المنطق يعني طيب لو عندك دكتور يعني اجنبي مثلا في في المستشفى الجمهوري مثلا طبيب عيون يعني بعين الناس يعني ليش تستغني عنه مثلا يعني هذه مؤامرة مثلا غربية طبعا وهي هذا الفكرة بترضي بعض عندهم أوهام يعني معين لكن في النهاية مثل ما قلت لك أنه الناس يعانون لكنهم لا يستطيعون أن يقاوموا بسبب أن الجماعة الحوثية أو ميليشيا الحوثية بتستخدم القوة المفرطة بشكل كبير جدا وهذا طبيعي والناس يجب عشان تتحرك يجب ان يكون هناك ناظم لها وهذا غائب بطبيعه الحال. هناك سبب اخر سكان المدن لا عاده لا يقومون بمظاهرات لكن لا يقوموا بمقاومات يعني غالبا يعني السبب انه هم من اماكن متعدده وحتى وكان لديهم افكار لكن لا يوجد تنظيم يساعد في تجميعهم يعني في النهايه هذا موضوع مهم لكن الناس وصلت اليهم الرساله اننا نعيش في العصور الوسطى اتذكر مره انقطعت الكهرباء عن غزه وكتبت مجله نيوزيك الامريكيه كتبت مقال انه غزه تنتقل للعصور الحجريه كان تقريبا اسبوع او اسبوعين نحن اليمن تقريبا الان سنوات سنوات يعني نحن ما خرجنا خارج <applause> حتى العصر الحجري <applause> يعني فاتنا للأسف الشديد نعم. احنا لازم لو لو حاجة. انتقلنا الحديث عن الجنوب أستاذ عبد الغني، يعني مكفيلي ينطلق من فكر أرسطو قائلا أن الدولة هي أولا صحيح ما حدث في الجنوب ربما كان بعيدا تماما عن فكر التحالف على الشرعية أن الدولة هي أولا مم. كل ذهب حيث ارادت مصالحه مم. الامارات سيطرت على المنافذ الامنيه والمنافذ البحرية. البحريه السعوديه ظلت كالمتفرج الشرعيه لم تحاول يعني منذ تحرير عدن حقيقة أن تتحدث أنها تريد فرض سيطرتها على الجنوب، يعني بعد أن شعرت أن عدن فعلا لم تعد بيدها، بدأ الحديث الآن مؤخرا، ولكن يعني سنتين تقريبا منذ أن حررت عدن. لما غابت فكرة الدولة عن التحالف، عن الشرعية، عن يعني المواطن كان يحتاج في بداية الأمر إلى عودة الدولة حقيقة؟ هو المسألة كما قلت لك أنه عندنا شيئين حصل في نفس الوقت عندنا تحالف لم يعلن عن اهدافه الحقيقيه على ما يبدو بدليل انه مرتب كل شيء يعني مرتب اموره فيما يتعلق بانشاء قوات تابعه له تذكري تصريح رئيس هيئه الاركان العامه عندما كان يتحدث عن قطاع منفصل وقطاع مش منفصل وعن وعن قوات وعن كان يتم السخريه يعني منه وهو لم يكن صريحا يعني انا انا عتبي الشديد على المسؤولين في الحكومه انت اذا لم تكن انت الان يجب ان تقول للناس كل شيء يعني نحن في وقت الحقيقه اصلا لكن يبدو لي ان هذا حصل عندنا نخبه سيئه للاسف الشديد يعني مهتمه بتأهيل الأطفال وإحضار الزوجة وتأمين مستقبلها وهذه الحاجات وعندنا في نفس الوقت تحالف يريد مشاريعه اولا الامارات وتخوض منذ عده سنوات يعني توسع كبير جدا حتى انها فكرت ان تشتري او يكون لها وضع فيما يتعلق بالمواني الامريكيه وكادت الصفقه ان تنجح لولا انه حصل يعني رفض كبير جدا لاسباب يعني امنيه في امريكا فعندهم هذا الميل نستطيع أن نقول التوسعي او والسعوديه يبدو لي يبدو لها هكذا انه حصل انقلاب في السعوديه في منتصف الطريق وهو الذي ادى الى انه تصبح السعوديه حلطة. جزء من السياسه الاماراتيه. نعم لكن يعني في نهايه الامر ربما قد تستفيد الامارات من هذه التحولات ولكن ولماذا لا تستفيد السعوديه؟ نعم ما الذي ستستفيده؟ يعني اي خلل في الدوله او اي ضعف في الدوله هو منعكس عليها في نهايه الامر. يعني يعني عدم عدم استقرار يمكن المنطقه يمكن يعني هذا الامر صحيح يعني كم سيؤثر سلبا على يمكن ذلك ولكن دعينا نفكر بطريقه اخرى، من هو العدو الحقيقي للسعوديه في اليمن؟ الحوثي. اجابه جيده لكن ليست نهائيه لانه في النهايه العدو الوحيد او الاول للسعوديه هو الجمهوريه هي فكره فبراير. اما الحوثي هو بالعكس يعني يعني لا يوجد عداء تاريخي بين بين السعوديه وبين هذه المجموعه ولكن التي العداء ظهر ربما بالعامل الايراني العامل الايراني فقط العامل الايراني اذا اذا نقول ان الحوثيين اصبحوا خطرا على السعوديه لان هناك عاملا جديدا وهو طر على المساله وهو العامل الايراني اذا تم إذا تم التفاهم مع الحوثيين بأنهم يتركوا هذا العنصر الإيراني ممكن أن يكون هناك اتفاق بينهم. نعم هذه لا. وجهة نظري أنه لابد أن نسأل السعوديين يعني المشكلة في أين؟ ربما عندهم مشكلة في اليمن كاملاً يعني لأنه هناك هناك فكرة للأسف فكرة غبية أن هذا البلد العملاق الكبير لا يجب أن يبقى موحداً. لأنه كبير يستطيع أن يكون دولة قوية جدا اليمن لديها إمكانيات كبيرة نعم. وغير عادية يعني اليمن أحد أهم عشر دول من الناحية الجيوسوسية في العالم فأنت بتتكلمي يعني عن بلد فعلا بلد لديه لديه فرص كبيره للنهوض والتقدم والازدهار له الفرصه نعم اذا نع نع نعود لهذه النقطه ولكن يعني تحدثنا عن صنعاء عن الجنوب نتحدث ايضا عن تعز كنموذج لدوله أو لمنطقة لم تحصل لا على دولة ولا على تحرير كامل قبل أن نناقشها ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ أمين المشوري الرئيس الدوري للتحالف السياسي بتعز مساء الخير أستاذ أمين أرفع شوي مساء النور أختي العزيزة أهلا بك أستاذ أمين يعني منذ ثلاث سنوات تعاني تعز من غياب الدوله سواء على مستوى اداره المحافظه من قبل السلطه المحليه او على مستوى التقدم العسكري ايضا لتحرير المحافظه برايك ما هي اسباب هذا الغياب الصوت يتقطع أستاذة نعم ألو. ساعيد السؤال استاذ ممكن تعيد السؤال يا استاذة نعم نعم اعيده عليك الان ثلاث سنوات تعاني تعز من غياب الدولة سواء على مستوى وجود الادارة المحلية كمحافظة وأيضا على مستوى التقدم العسكري لهذه المحافظة برأيك ما هو أو ما هي أسباب هذا الغياب؟ تحديدا شكرا جزيلا على هذا اللقاء أستاذتي العزيزة ثانيا غياب الدولة في تعز الدولة ليست غايبة في تعز لكن هناك بعض الاشياء التي نريد ان نتحدث عنها في هذا الجانب. الدوله موجوده طبعا في وان كان هذا الوجود في اشياء محدوده خذي مثلا على ذلك الجيش الوطني، نحن كنا لا نمتلك اي جيش وطني وليس لدينا الا مقاومه شعبيه اشبه بمقاومه الميليشيات، لكن حينما تحدث الناس انهم يريدون بناء دوله اضطر الناس لل تحت ضغط الشارع في تعز تحديدا الى وجود دولة فكان من ابناء تعز ان اسسوا هذه هذا الجيش المسمى الجيش الوطني الشيء الثاني في بقية الأشياء الأخرى توجد الدولة في مؤسسة أخرى خذي مثلا على ذلك التربية والتعليم هؤلاء التربية والتعليم اليوم المدارس مفتوحة مكتب التربية والتعليم يؤدي مهامه في معظم مديرية المحررة في هذه المحافظة مكتب الصحة ما زال من أول يوم وهو يؤدي واجباته القضاء نحن الآن أختي العزيزة هناك بداية موفقة لإيجاد القضاء والعمل على استتباب هذا القضاء ومناقشة قضايا الناس المختلفة في شتى مناحي الحياة الدولة قد تكون معدومة في بعض في بعض المواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يريدون دوله في تعز لكن تعز هي تعشق الدوله وهي حامله المشروع الوطني لو اخذت مثال نحن نعلم مدى, مدى اهميه المجال. الدوله بالنسبه لتعز استاذ امين ومدى يعني آآ آآ ان الدوله يعني تمشي في عروقهم كالدم ولكن يعني كيف تحدثني عن ان الدوله ليست غائبه ما هي الدوله بالنسبه للمواطن هل هي التربيه والتعليم هل هي الجيش الوطني الدوله بالنسبه للمواطن هي الامن هي الراتب هي الخدمات الخدمات كهرباء وماء وصحه حتى الصحه التي تتحدث عنها ما ما قيمه مكتب صحه يقوم باداء دوره دون ادنى دعم يعني يوميا نحن نعلم ما هي اخبار تعز مدى القصور والعجز الطبي ملف تعز بالنسبه حتى على مستوى جرحى الجيش الوطني الذي تتحدث عنه مرميين في كل مكان لا أحد يلتفت إليهم ما هي الدولة التي تتحدث عنها بالضبط الدولة التي أتحدث عنها هي الحضن الآمن للمواطن سواء كان مواطنا عاديا أو رجل أعمال أو مسؤولا حينما يعود الى بيته ينام ملء عينيه وملء جفنيه ولا يخاف شيئا هذه هي الدوله التي ننشدها جميعا اختي العزيزه انت تعلمين ان الميليشيات الحوثيه حينما دخلت تعز الغت حاجه نعم دعني اتوقف معك تماماً. عند هذه النقطه آه اسمح لي استاذ امين بالمقاطعه يعني ان يذهب المواطن وينام ملء عينيه أخبار تعز تصلنا الفصائل المسلحة التي تقتل يمنة ويسرى الطفل الذي قتل قبل فترة من جماعة مسلحة في منطقة هي تعد محررة يعني هل هذا هو الأمان الذي تتحدث عن كثير من القصص والحكاية من يعني ألا أمان موجود في تعز في المناطق المحررة ما هو يعني النوم الذي ينامه المواطن من عينيه في ظل هذه الظروف الوضع ليس مأسا... ماساويا كما يتطرق اليك وان كانت هناك بعض الاختلالات الامنيه الموجوده في بعض ارجاء تعز نحن لا ننكر ذلك وهو موجود ولا يستطيع ان ينكره احد آه لكن ما اريد ان اؤكد عليه ان الدوله آه نحن نعشق الدولة وكما تعلمين من هي تعز لكن آه في قصور أنا لا, لا أريد أن أقول أن الدولة تقوم بواجباتها جميعا لكن أنت تعلمي أن المشاهد الكريم والإخوة على مستوى الجمهوري اليمني في المناطق المحررة يعرف الكل <applause> أن الميليشيات الإنقلابية والدولة العميقة للنظام السابق ما زالت جاثمة على كل مناحي الحياة ونحن الآن نسعى إلى فكفكة هذه الأنظمة من الداخل وإن شاء الله رويدا أو رويدا رويدا سنضطر أو سنصل إلى أن تأتي الدولة في أنصع صورة كما ننشدها ونشدها كل مواطن يمني على الساحة اليمنية نعم وهذا ما نأمله أستاذ أمين يعني وأنا لست بصدد المحاكمة أو المحاجرة يعني نحن نتمنى أن تكون تعز كما تصف وافضل ولكن يعني حدثني ايضا عن اسباب ضعف اداء المحافظين الى الان تقريبا ثلاثه محافظين يعني منذ الانقلاب قائد محور ليس هناك اداره حاكمه حقيقيه للوضع تفرض نفوذ الدوله على المجتمع لماذا بالنسبة للمحافظين الذين يعني توارد بعضهم مثل الأستاذ علي المعمري ثم بعد ذلك الأستاذ الدكتور أمين أحمد محمود هؤلاء اتوا في ظروف استثنائيه الكل يعمل ويريد تحقيق هذا الشيء الذي هو الهدف المنشود عوده تطبيع الحياه العامه وعوده المؤسسات للعمل وفق ما تقتضيه المرحله وصولا الى التطبيع العام والشامل لمؤسسات الدوله. هؤلاء ربما لو اخذنا مثالا المحافظ السابق الاستاذ علي المعمري عمل بكل ما اوتي من جهد واستنفذ كل قدراته وبالطبع وبالتاكيد انا لا انكر أن كان لديه من العوائق التي لا ينكرها أحد، اضطر بعدها إلى إلى تقديم استقالته، لا أريد أن أتهم أحد أنه وراء هذه الأشياء، لكن الوضع ليس مأساويا كما وسوداويا كما يتطرق إليه، فالأمور ليست كما يصورها الإعلام، نعم هناك قصور أنا لا أنكر ذلك، لكن هذه الأشياء كلها قد تتلاشى في القريب العاجل ونحن الحقيقه التي لا يجهلها احد اننا في تعز وحمله المشروع الوطني الذي لن نتخلى يوما وهذه البذره التي بذرت في اعماق كل انسان في تعز انه سيسعى لتحقيق الدوله ستنمو وستترعرع وستثمر يوما ما. ان شاء الله عز وجل. نأمل ذلك بالتاكيد استاذ امين يعني ونحن لا نريد ان يعني كما قلت ان نتحدث عن عدم وجود الدوله ولكن نود ان نتحدث عن مدى تاثير غيابها بهذا الشكل على المواطن بشكل خاص يعني نعلم ان تعز عباره عن مربعات امنيه فصائل في المقاومه لم تندمج بعد مع الجيش وتحتكم بحكمه كيف يتعاطى المواطن مع هذا مع هذه الإشكال بالنسبة للمواطن في تعز تحديدا يتفهم كل ما هو موجود، صحيح ان هناك وضعا ماساويا في بعض الجوانب. لو اخذنا مثالا على ذلك الجانب الاغاثي والانساني او الجانب الصحي كما تتحدثي انت عن الجرحى وما الى ذلك، لكن ابناء تعز لديهم القدره على التعاطي مثل هذه الحاجات التي لا التي التي سيسعون لتحقيقها حتما في يوم من الايام. اختي العزيزه نحن اليوم في تعز وان كان هناك اشياء ناقصه اشياء او عراقيل متعدده نسعى حتما الى التغلب على هذه العراقيل لن لن تستسلم تعز رغم الذي حصل فيها ولو لاحظ الكل يعني رغم ان الحصار ابتدا منذ ثلاث سنوات الا ان تعز ما زالت صامده رغم الفاتوره او الفاتوره التي تدفعها تعز كل يوم من دماء ابنائها وفي شتى مناحي الحياه تحديدا في جرح الجيش الوطني أو الوضع الإنساني الذي يتهالك يوما بعد آخر لكننا هنا في تعز نستطيع أن نقول لا ونحن أيضا سنقف جنبا إلى جنب وسنعمل على تطبيع الحياة العامة بمساندة الأخ الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة نعم اذا استاذ امين ايضا نتحدث عن القوى السياسيه التي باتت تشكل عبء حقيقي على كاهل الدوله واحدى مشاكل ربما الصراع على السلطه، يعني في تعز بالذات يعني ما هو الدور المناط بهذه القوى السياسيه التي ربما تعد الحامل السياسي الوحيد او يعني المتبقي والامل بالنسبه للمواطن لانقاذ ما يمكن انقاذه في تعز؟ بالنسبه لاحزاب التحالف السياسي المساندة للشرعيه طبعا هي حامله المشروع الوطني كل الاحزاب اليوم لديها مشروع ورؤيه للوقوف صفا واحدا وموحدا مع القياده السياسيه ممثله برئيس الجمهوريه الرئيس عبد منصور هادي وبالسلطه المحليه ممثله بالدكتور امين محمود امين احمد محمود. آه هذه الت... هذه الاحزاب السياسيه اليوم آه تسعى بكل ما اوتيت من قوه ونحن عكفنا لمده اربع اشهر آه حتى تبلورت رؤيه تم تسليمها للاخ المحافظ امين احمد محمود وستبلور قريبا ونحن نعكف على ما هي الاليه التي نشرع بها سويا مع الاخ الدكتور امين محمود محمود لت... احمد محمود لتطبيق هذه الرؤيه التي تم تسليمها في احد اللقاءات مع محافظ المحافظه. الاحزاب السياسيه اليوم في تعز كلها لديها مشروع واحد وهو تحرير هذه المدينه او المحافظه بشكل عام، لديها مشروع اخر وهو تطبيع الحياه الحياه العامه رغم العراقيل التي نحن نواجهها يوما بعد يوم وربما قد تزداد حين لكنها تتلاشى حين اخر. الاحزاب لا. السياسيه اليوم اخذت على عاتقها ان تقف سويا وجميعا خلف قياده السلطه المحليه وصولا الى التحرير الشامل لمحافظه تعز. نحن اليوم لن نتخلى عن هذا المشروع الذي تم التوقيع عليه من كل اطياف العمل السياسي في محافظة تعز وحتما سنصر رغم العوائق التي تقف أمامنا وتزداد يوما بعد يوم إن شاء الله شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين المشولي الرئيس الدوري للتحالف السياسي بتعز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك اذا استاذ عبد الغني يعني حديث الاستاذ امين المشولي يعني من موقعه كما هو يعني مع اختلافنا معه في بعض النقاط ولكنه يتحدث ايضا عن الامل الذي ما زال موجود لدى المواطن ورغبته في وجود هذه الدوله، تعز هي قصه اخرى ربما هي نموذج نعم مكثف للمشكله اليمنيه ولغياب الدوله ايضا. دعني اتحدث معك في هذا الجانب ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لكم اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره اخرى استاذ عبد الغني. استاذ عبد الغني تعز الحكايه او الوجه الحقيقي لما يحدث في اليمن، الصوره النمطيه المؤلمه والمكثفه لثلاث سنوات من الحرب واربع سنوات قرابه اربع سنوات من الانقلاب. هي تعز تدفع ثمن مضاعف يعني والسبب في ذلك انه اهميه تعز وثقلها الوطني والسياسي. نتكلم عن أكبر محافظة من حيث عدد السكان ونتكلم عن محافظة فيها أكبر عدد من المتعلمين والمثقفين والمفكرين والمحبين للدولة والذين ينتشرون في كل مكان والذين لديهم حضور وطني وسياسي ويربط الشمال بالجنوب بالتالي هذه المزايا العظيمة يعني ربما هي السبب في أنها تستهدف بهذا الشكل العنيف سواء من قبل الانقلاب او من من للاسف الشديد من تجاهل وخذلان التحالف والذين يتبعونه من اليمنيين للاسف في الجنوب. نعم، اذا يعني برايك هل هناك اسباب داخليه غير الاسباب الخارجيه التي ربما يعني الجميع بات يعيها لحضور الدوله في تعز غير طبوة. التحالف والشرعيه؟ هل هناك اسباب محليه؟ يعني ربما هناك اسباب لكن انا ارى انه تعز هي منطقة تعيش في السياسة، يعني في تنافس، في في أحزاب، لا, لا تنسي إنه في أحزاب موجودة في تعز فقط ولها دور يعني مثلا الحزب الناصري موجود في تعز تقريباً، يعني لا يوجد خارج تعز بالمعنى وبالتالي هناك حضور حزبي تنافس ربما دول تدخلت على الخط وأصبح هنا ملف تعز هو ملف إقليمي للأسف الشديد، مثلما كل منطقة في اليمن أصبح ملف إقليمي يعني الآن تم تقسيم اليمن يعني من الناحية العملية وهذا ما أشار إليه تقرير الخبراء، هو تقرير الخبراء يقول أن اليمن يعني يكاد أن يكون يعني يتلاشى من معرض للزوال، يعني مش بمعنى أنه اليوم الثاني ما فيش يمن يعني، لا هو في لكن مش بنفس الصيغة القديمة، يعني فأصبح هناك كانتونات أو مقاطعات من ضمنها تعز يعني والحضور الاقليمي موزع على هذه الكنتونات وثم تدار عمليه يعني استخدام هذا الكرت مقابل هذا الكرت والمضي في الاهداف التي نسمع عنها او نراها متحققه اليوم من على المواني والجزر وغير ذلك يعني. نعم، اذا لو تحدثنا ايضا هناك ربما نموذج جيد ووحيد في البلد وهو مأرب. حتى مارب يعني ليس ليس نسبيا يعني يعني الا تجد انها نجت نوعا ما من مما يحدث؟ ربما لكن مارب ايضا تواجه اخطار كبيره جدا، لا تنسي انه جزء مهم في صرواح ولا زال في يد الحوثيين وباستطاعته ان أن يرسل صواريخه إلى مساجد أو جوامع أو أسواق أو إلى ذلك وشاهدنا نعم. كوارث في هذا الجانب الشيء الثاني انه مارب هي كانت صغيره يعني وتدفق اليها كثير من اليمنيين لانه في مارب لا يتم لا يتم التضييق على المواطنين، يعني هذا كل الحكايه، لكن علينا ان نفتش في في الجهاز الحكومي في مارب، هل هو يمضي كما ينبغي؟ هل هل هناك مشكلات في هذا الجانب؟ عموما مارب قدمت أشياء كثيرة يعني منذ الثورة إلى الآن قدمت قدمت صورة رائعة للغاية يعني يعني عكس ما كان يقال عنها يعني ما بلد الحضارة في النهاية إحنا نتكلم عن بلد كان كان يحتفي بالمرأة قبل آلاف السنين يعني هل هل تجد أن هناك مخاطر على هذا النموذج؟ خاصة من دول في التحالف يعني هناك من يحاول أن يشوه الصورة في مارب. لا لا في الوقت الحالي لا الوقت الحالي ربما ربما لأنه التحالف هو لا يش لن يشتغل بسوء نية في تعز مثلا أو في عدن ثم يحسن النية في مارب يعني نكون احنا مخطئين جدا يعني إذا نيته حسنة فستكون لليمن كلها وإذا نيته سيئة فستكون لليمن كلها وبالتالي أنا أقول علينا أن نراقب أو أن نهتم بمارب أكثر يعني أن لا تخدعنا بعض الشعارات أن نهتم بمارب أنه في الأخير هذا نموذج مهم إحنا لا تنسي إنه مارب وقفت ضد الإنقلاب هي التي أفشلت الإنقلاب فعلاً يعني الإنقلاب كان تمدد في كل اليمن لم يستطع أن مارب التي وقفت أمامه وهي التي صمدت وهي التي قالت لا وهي التي تعاملت بمنطق دولة يعني آه وبالتالي مارب آه مثل ما قلت آه قدمت آه نموذج مهم ومثل ما قلت أنت ولكن آه هذا النموذج يجب أن نكون حريصين ونحن آه يعني نتحدث عنه لأنه قد يكون هناك في خطط معينة للعبث فيها يعني العبث في مارب هذا بشكل عام يعني حين نمر على المناطق بشكل نحن لا نتحدث عن اليمن لاحظي نعم نحن نتحدث عن الدويلات ايوه آه هدا آه هدا التي هذا ما ما اريد ان اصل اليه يعني ذكر التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين <applause> ال يعني المعني باليمن ان اليمن كدوله يكاد يكون قد ولى عن الوجود وتحول الى دويلات متداخله او متحاربه ونحن نتحدث فعلا يعني قسمناها بهذا الشكل دول لأنه لا يعني لأنها فرضت بهذا الشكل، بينما الحكومة اعترضت على هذا التقرير وأرسلت يعني ملاحظات نعم على التقرير حتى ملاحظاتها أتت يعني لا لا تعاملوا نعم مع مع التقرير الأممي بخفة يعني وكأنهم بيقولوا لهم اليمن هذا سننقله إلى مكان آخر، الموضوع ليس على هذا النحو يعني وهل هل هذا اليمن يعني؟ إذا ما خطورة هذا التوصيف أستاذ عبد الغني؟ توصيف لجنة هو جاء في أول سطر وهذا معناه صدمة كان آه هو معناه هو آه ليس لا يقرر حقيقة على فكرة يعني هو التقرير جيد جدا لكنه في هذا العبارة هو يريد أن يقول للناس انتبهوا أنتم ذاهبون إلى هذا وسرد مجموعة من الحقائق يعني المسألة بسيطة جدا يعني هو ما نحتاج إلى كثير من اللت والعجل يعني أنت الذي يحدثني عن الدولة أشوف السمات التي أو العناصر الأساسية التي تميز أي دولة في العالم ما هي؟ نعدها ونشوف يعني مثلا خذي عندك اول شيء يجب ان يكون هناك مجموعه مؤسسات موحده احنا نشوف هل معنا مؤسسه مؤسسات موحده خذي مثلا قطاع الامن والجيش هل هل هذا الموضوع موحد مثلا خلاص هذا البند الاول انت راسب فيه تعال على جنب الموضوع الثاني من من سمات الدوله انها تحتكر العنف المشروع او الحق الشرعي للعنف الحق المشروع للعنف هل هذا موجود مش كل الكل معهم سلاح مش في ميليشيات وفي جماعات وفي وفي اذا الموضوع الكل الثاني أنت الكل قادر على العنف طيب هل انت تصدر قرارات وتسن قوانين ولا يتم الالتزام بها هل هذا يحدث يحدث دائما في اصدار لقرارات ولا يستطيعون ان ينفذونها طيب هذا البند الثالث طيب البند الرابع الدوله تعرف مواطنيها الدولة تعرف من هو المواطن كل هذا مواطن ولا لا في هناك مواطنين لا يستطيعون أن يصلوا إلى إلى أماكن أخرى يقول لك أنت ما يعني أنت لسه ما ما من هنا يا طيب هذه طيب هذه ضرب أيضا في سمة أساسية من سمات الدولة يعني ماذا تبقى للدولة بشرف. <تصفيق> هو, هو <تصفيق> كل النقاط إذا هم يقصدوا أن إحنا من كل الدولة اليمنية اليمن يعني مش موجودة لا أي موجودة في قلوبنا وكل حاجة لكن الواقع الواقع, الواقع. عند يشوف السمات الاساسيه يعني السمات الاساسيه للدوله هل هي موجوده ولا مش موجوده طيب الدوله تسعى للسياده هذه احد السمات الاساسيه ما فيش دوله بدون سياده مش دائما البند الاول في الدستور انه اليمن دوله مستقله, مستقلة ذات بش. سياده مصر دوله مستقله ذات سياده موزمبيق دوله ذات سياده كلهم كذا يقولوا كذا يعني هذا مش عيب هذا هذا اساسي هذا السياده هذا موضوع مهم لانه طيب في اليمن الان اين السياده في كل ما يحدث؟ يعني رئيس الدوله ممنوع انه يرجع يرجع البلاد يعني هذا اكبر موظف في الدوله يعني. طيب اذا كان هناك لجنه ثلاثيه مكونه من السعوديه والامارات ومن نائب الرئيس علي محسن، هم الذين يقررون ويعينون الموظفين او كبار الموظفين وكبار قاده الجيش. هذا ماذا نسميه؟ يعني المساله بسيطه هو ما يحتاج من هي مش فيزياء وكيمياء يعني لا يدخلونش في متاهات. إذا أستاذ عبد الغني برأيك هل من مصلحة السعودية أن تغرق اليمن في الفوضى وأن تتحول إلى مجرد دويلات متحاربة؟ يعني كما تشير سياستها الآن هي والإمارات في هذا الاتجاه؟ ربما يريدون إنهاك اليمن إنهاكه حتى السيطرة عليه ومن ثم سيفرضون الشروط التي يريدونها يعني هذه فكرة أنه الناس بعد أن يصابوا بـ بـ بهذا الخذلان وبهذا الدمار والخراب يعني خلاص يوافقوا على اي على اي اي سيناريو انا اعتقد ان السعوديين والاماراتيين مهتمين جدا انهم يتخلصوا من فكره التغيير في اليمن خلاص ما نشيش تغيير واليمن هذا وبالعكس وبالعكس احنا ممكن نركب في اليمن انظمه ذات بعد مشائخي عشائري حاجات كذا يعني طبعا في, في, في السعوديه والامارات في مباني جيده في في مولات في طرق في, في نهضه عمرانيه كبيره في وزيره للسعاده وزير لل يعني الهبل هذا كله لكن على المستوى القيمي والحضاري والديمقراطي وحقوق الانسان هؤلاء عدم يتصرفون كالشعوب البدائيه يعني الالف باء نعم الشعوب البدائيه وبالتالي هم يخشون ما فيش عندهم مشكله انه يكون عندك مول وهو عندهم مول يعني انما بعكس انه يكون المول هذا يكون صغير يعني ما يكونش منافس لكن في نهايه المطاف الديمقراطيه حقوق الانسان الحريه الجمهوريه هذه كوارث بالنسبه لهم مم. وبالتالي يبدو المنافسه لا يستطيعون ما المنافسه يقدروش. فيها عمالو وزير السعاده لكن احنا عن مارس السعاده حقيقه عندما نذهب الى صناديق صندوق الاقتراع و... وننتخب الرئيس الذي نريد يعني زاويه مهمه في التقاطتها استاذ عبد الغني تحدثت بدايه الحلقه عن ان اليمن ربما تملك هي من احدى اهم عشر دول, دول تملك نعم موقع جيوسياسي ما مخاطر فشل دولة كهذه وغرق البلد في الفوضى على السلم الدولي؟ عندما تكون الدولة ضعيفة يتحول تتحول هذه الميزة إلى عبء نعم. هذا معروف وفي دراسات كثيرة على فكرة عن اليمن يعني على على اليمن تصبح كارثة يعني لأنه أنت لم هذه ميزة إذا لم تستخدمها تتحول إلى عبء عليك نعم. يعني في دراسة لغسان سلامة وهو الآن مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا وكان وزير ثقافة في لبنان في فترة سابقة عن هذا الموضوع حتى يعني دراسة عن موقع اليمن الاستراتيجي والمهم والذي تحول إلى عب مثلا وفي دراسات أخرى غربية في هذا الشأن فاليمن من هذه الناحيه لم الموقع المهم الذي يعني حباه الله به تحول الى عب بسبب انه فشل السياسي داخل البلد، والفشل هذا بسيط جدا يعني عشان الناس ما يتعبوناش ولا نتعب معهم أنت تريد أن تكون مثل الأمريكيين والأوروبيين وتعيش حياة جيدة إذا ببساطة شديدة لابد أن تستقي منهم الأفكار السياسية فيما يتعلق بتداول السلطة بالانتخابات بهذه الأمور تريد أن تكون مثل تركيا مثلا أو ألمانيا وتفكر بعقلية طالبان ما ينفعش يعني انسى هذا الموضوع يعني فاليمنيين يجب أن هذه المأساة التي يعيشونها لابد أن تؤكد لهم هذه الخيارات يعني لا ياسوش المفروض هذه الماساه ما تخليهم شيء اسو نعم تخليهم لك. يؤمنوا اكثر بانه يجب انهم يكونوا عقلانيين وانه اي جماعه ترتبط او تربط نفسها باسم الله هذه لازم ترفض ابتداء نعم. هذه هذه لازم تكون في البال وما حد يخدعهم مره ثانيه خلاص اللي حصل حصل يعني. نعم يعني ربما في القرون الوسطى الاوروبيه يعني تحدثوا عن مساله انه عاده فشل الدول العربيه في تلك الفتره كانت هي انهيار الدوله وعودتها الى احضان رجال الدين آه. بهذا الشكل يعني لم لم تتطور فكره الدوله لديهم. اذا شكرا جزيلا لك استاذ عبد الغني الماوري لك. الكاتب والباحث كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لان التقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه.